بمناسبة الحركة التصحيحية حبينا نكون الاحتفال متميز عن الاحتفالات السابقة. رح تسأليني كيف؟ لجأنا للخريجين والخريجات اللي تخرجوا من مدارس أبناء وبنات الشهداء وهم كثر يحتلون مناصب عالية في الحزب والدولة. هذا ما سعى إليه القائد المؤسس حافظ الأسد، حماية أبناء الشهداء من الضياع وافتتاح هذه الهيئة الكبيرة لتوفر لهم الجو العائلي. والحمد لله حصدنا نتائج كبيرة جدا. هذه الحركة التي استمرت بمجال التطوير التحديث بقيادة سيد الوطن السيد الدكتور بشار الأسد، استمرت العطاءات الكثيرة ونقلت سوريا من مرحلة إلى مرحلة تضاهي مستويات العالم أجمع، بلدان العالم. لذلك كان هناك هجمة كبيرة جدا على سوريا الآن بسبب التطور الكبير الذي حصل في سوريا. هذا الاحتفال له خصوصيته بوجود الخريجين من أبناء وبنات الشهداء، فلهذا الحفل خصوصيته أبناء أن أتوا من عملهم من منازلهم من كافة محافظات القطر ليعيشوا مع إخوتهم الذين يعيشون هذه المرحلة في هذه المدارس. مدرستنا بشكل عام ما بتنقص علينا شيء، أي مشكلة ممكن تصير بنلجأ لإدارة المدرسة، أي مشكلة ممكن تصير بتسعى لأنه تحل لنا إياها، دائما بتحاول توفر لنا الجو المناسب سواء للدراسة مشان نكون نحن دائما متفوقين، سواء كنا نرفع راسنا بشهادات آبائنا ولا نكون متفوقين على مستويات عالية بالدراسة. اليوم قدمنا كورا لبنات وأبناء الشهداء، ولأنه هالحفلة كتير كتير بتعنينا وبتهمنا، لأنه بهذا اليوم كان يوم مجيد لسوريا ولكل الشعب.